نمشي ولازم نوصيك يا ابن احمد الصالح يا شيخ خلف، والحظ والبخت كله تداور لي يا ابو مصطفى. خلى على عمامه وعيونهم ترى عليه، بغير جفوف قومك ما ينفعك جف. شيخ القريعات شيخ حسن الشنياري يقول بغير جفوف قومك ما ينفعك جف. يا ابن صالح ولو ميت غريب وياك يتنسف. يا شيخ حسن شيالة رمح بالعرف يتسمون، او ثوب اهلك حلوش ما يعتق ويسلم. قال ابوك العتبة تقضيها. يا شيخ اسد حسن الشنيار والقريعات يقولون، اهل الحلة يقولون لبس تعقال ابوك العتبة تقضيها. ابو زياد يا ابو مصطفى هذا يا دستورها ومعدل محاكيها. شيخ اسد يا ابو زياد يا ابو مصطفى هذا يا دستورها ومعدل محاكيها. يا دستورها ومعدل محاكيها. اشهد ابن احمد الصالح عد خوش اولاد كلهم بيهم كفايه. يا خلي تعد اسمه يا ابن شنيار نقل لك نستمع رايه. من اسد والله الدقاها الثايه والظلب الدار يعوض. ها والظلب الدار يعوض والعزب الموجود الظلب الدار يعوض والعزب الموجود الظلب الدار.